هاي يا بنات، عاملين ايه؟ انا ايه. الفيديو النهارده ان شاء الله تكمله للفيديو اللي قبله، فيديو الجوانتي بتاع اللوك القديم وكده. وبرده هسيب لكم في صندوق الوصف، ارجعوا له الفيديو بتاع الشابو، وهسيب لكم كمان لينك الانستجرام، يا ريت ترجعوا له علشان لو حابين تتفرجوا على اللوك كامل وكده هو بالسيشنات اللي انا عملتها، لان انا في المرتين غيرت حاجه بسيطه كده، ممكن تبقوا ترجعوا تشوفوها. ممكن على فكره تستخدموا اللوك ده باكتر من شكل، يعني ممكن تستخدموا الجوانتي على فستان يكون كاتب كتاب، لان انتم ممكن تقدروا تتحكموا في اللون براحتكم، متوفره في السوق يعني بسهوله. كمان تقدروا تعملوا اللوك ده خطوبه مناسبه عندكم على فستان سواري كده هو. قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت في اللوك ايه، ويلا بينا نبدا الفيديو. الحاجات اللي هنستخدمها، هنحتاج ابره وخيط، وهنحتاج كمان حاجه نقص بيها، وهنحتاج جبير، ده طبعا هنختاروه على حسب الرسمه اللي احنا عايزين نعملوها. ودوت قطعه طول، اهم حاجه تكون طويله، هو طول ناشف، وشريط ستان رفيع. هنجيب قطعه الجبير وهنقصوها على قد الايد اهو، ونعرف اللي احنا عايزين نقصه من الاول. هنا هو هنقص القطعه ديت ونخلي على قد المقاس، مقاسنا بالظبط. تاني خطوة هنتنيها بالشكل ده وهنبدأ نخيطها. أول حاجة طبعا هنثبت الخيط كويس قوي، وبعد كده هنبدأ نجيب غرزة وتاني نرجع تاني عليها، علشان خاطر طبعا ده شبير وفي خرم وفتحات كتير، فاحنا عشان يبقى الخياطة تبقى قوية احنا هنبدأ نخيطها ونرجع تاني نعيد على نفس الخياطة بالشكل ده كده، ونرجع تاني ناخدها ونثبت. هنكملها كلها كده، بس طبعا هنقيس على الايد، وكل ما دام هننزل على تحت هتجي اكتر. انا كده خلصت خياطة اهوت، وهبدأ اقص الزيادة. هنقصه طبعا كل الزيادة للآخر، بقى عندنا بالشكل دوت. هنا هو طبعا اعرض علشان الايد من هنا هو، وبينزل من عند الايد من هنا هو لأضيق اهو. طبعا انا كنت عامله الخيط على الظهر ده كده، الوش بتاعه هو في الليكرا، فممكن نلبسوه بنشدوه بس كده وبيتلبس. ده شكله في الايد. طبعا احنا لو عايزين نعملوه ابيض او نسيبوه بس كده هو على حسب رسمة الجبير، لكن انا هكمله وحابه اعمله طول من هنا هو. كل واحد طبعا على حسب ذوقه او على حسب الحاجة اللي عايز يعملها، يعني ممكن تعدلي في الفكرة. كمان هو لو ابيض او الحاجات بتاعته اوسع من كده هيبقى شكلها افضل بكتير في اللون الابيض. وطبعا ممكن تجربوه على السواري لو حابين باي لون. بعد كده هنجيب شريط الستان وقطعة التول وكمان ابرة وخيط، وهنثبتوها اول حاجة. هنثبت الطول في شريط الستان،
وبعد كده هنبدأ نكشكشوه. مثلا هندخل بالإبرة كده وهنفضل رايحين جايين بنفس الطريقة لحد ما نعملها كلها للآخر تكون كشكشة. هو تقريبا الطول بتاع دوت بطول المتر، وطبعا ممكن تزوده فيه على حسب حجم الإيد. هنعمله كله للآخر بنفس الطريقة. وكده بعد ما كشكشناها كلها وخلصناها، طبعا احنا لسه مش هنسيبها بالطول ده، هنقصرها شوية كمان عن كده وهنشيل الزيادة اللي من هنا. هبدأ اثبته على الجوانتي، انا تقريبا من اول المعصم من هنا هبدأ اثبته. انا عايزاه ملفوف عليها كلها بالشكل ده. طبعا هعمله بالخيط، بس هخليه مش كله بالخيط بالظبط، علشان طبعا احنا مفيش اي فتحة في الجوانتي يعني بتلبس على طول عشان هو ليكرا. فطبعا انا لو عملته بالخيط كله هيبقى صعب وانا بدخل ايدي، فهخليه من بعض الاطراف، يعني مش هخليه متثبت بشكل كامل، هثبته بس بالخيط من بعض الاطراف بحيث ان هو يكون ماسك فيها، بس مش خياطة كاملة داير ما يدور. كان شكله بعد ما ثبتناه وثبتنا الطول عليه. وتابعوا كمان الجزء الثاني من الفيديو، ان شاء الله يعجبكم عشان تشوفوا اللوك كامل. يلا باي باي.